يا اهلا بيكم. جالي سؤال بيقول لي ازاي اقدر اوفق ما بين سرعه التنفيذ وان انا اطلع افكار جديده وحلوه. البوينت كلها انك انت لما تيجي تبدا تفكر في ازاي ان انا اطلع فكره جديده وحلوه، فالفكره الجديده والحلوه ديت بتاخد منك تايمينج في الاول. فانت لو مرتب اصلا انت البروسيس اللي انت ماشي بيها عامله ازاي والخطوات اللي انت هتشتغل عليها عامله ازاي، فده هيساعدك بصوره كبيره جدا ان انت تروح تبدا ان انت تقول والله طب انا دلوقتي الكلاينت عايز حاجات معينه مثلا ليها علاقه بالاسكندنافيان ستايل، فانا هروح مثلا للفولدر اللي انا حاطه ومنظم فيه شغل الاسكندنافيان ستايل، وهو ده اللي انا هبدا اشتغل من خلال الفولدر دوت، واخد الانسبيريشن واخد الافكار وابدا ان انا اغذي مخي في الحته ديت بحيث ان انا اقدر اطلع الافكار بتاعتي بشكل اسرع. فالبوينت كلها لو انت منظم مع الوقت هتلاقي نفسك انت بتعمل لنفسك نظام وسيستم، السيستم دوت يخليك تبقى اسرع في الكرييشن والبروجرس اللي انت بتعمله في كل بروجكت. فلو انا عندي مثلا فولدر خاص بالتراديشنال ستايل، فولدر تاني خاص بالميديترينيان، وفولدر تاني خاص بالسكندنافيان، كل فولدر من الفولدرز ديت تبدا ان انت تبقى حاطط فيها مجموعه من الايمجز ومجموعه من الريفرنسز ومجموعه من الافكار ومن الاكسسوارز ومن حاجات كتير جدا تقدر انها تساعدك بصوره سريعه انك تكريت المود بوردز والماتيريال بوردز وتكريت الكونسبت والديزاين، وتبدا ان انت تعدي المراحل ديت بصوره سريعه. بلس كمان انك مهم قوي انك تبقى متمكن قوي من التولز اللي انت بتشتغل بيها، سواء انت بتشتغل برزنتيشن مثلا على باوربوينت او على كانفا او على ايا كانت التول انت بتشتغل عليها، او ان انت بتشتغل الفيزواليزيشن بتاعك على بروجرام زي 3D Max او كوهوم او غيره. مهم قوي انك مع الوقت تدرب نفسك كتير قوي على البروجرامز ديت وتطلع منها ريزلتس بشكل متواصل، علشان تقدر بعد كده لما يجي لك بروجكت ما ياخدش معاك وقت ان انت تخش على طول تك 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 انا خلصت وعملت كرييشن لكل التفاصيل اللي موجوده في البروجكت في وقت قليل، وقدرت ان اطلع الفكره واطلع الحاجه عشان اقدر ان انا انفذها على بروجكت على البروجرام دوت بشكل سريع، وفي نفس الوقت يديني او في كواليتي وفي افكار حلوه افكار جديده. كل الحاجات ديت ممكن ان انت تعملها مع السرعه، بس مهم جدا ان الموضوع دوت هياخد منك وقت في الاول ان انت تدرب نفسك عليه كتير، ففي الاخر تقدر ان انت تقول ان انا طلعت ريزلت من نتيجه لكل الحاجات اللي انا عملتها ديت. اي هوب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب هنا على اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز الجديده. ولو انت بتشوفني على فيسبوك اعمل فولو للبيج على فيسبوك. لو عندك اي اسئله ليها علاقه بالانتيريور ديزاين اكتبها في الكومنتس وهجاوبك عليها. بالتوفيق ليكم.